ملك البحرين يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلى وسام بحريني في ختام جولته الخليجية. والرئيس يؤكد لرئيس الصندوق الكويتي حريصون على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في سيناء. وتوقيعات وطلبات إحاطة في البرلمان ضد انتداب المحرصاوي لرئاسة جامعة الأزهر. والفريق مهاب مميش للعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الرئيس يسابق بكم الزمن. ووزير التربية والتعليم يؤكد المجانية غير موجودة والثانوية العامة مرض المجتمع. ووزير التعليم العالي الصناديق الخاصة تصرف على الجامعات وتمنع انهيارها. ومصارع الشاورما في رسالة بعد فوزه بذهبية أوروبا، هذا أقل رد على رئيس الاتحاد الذي وصفني بالفاشل ووجدت من يقدر موهبتي.